يعني لديه عقل
الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا به يميز الحق من الباطل، وبه يميز هذا الجانب الذي يمثل مثلا جانب الفضيلة في مقابل جانب شنو؟ الرذيلة. هذه القوة عند الإنسان تسمى القوة العقلية. القوة الثانية قالوا كل إنسان عنده قوة تسمى قوة غضبية، أن يغضب وأن يجبر. يعني تارة يجي إلى في موقف تجد أن هذا في هذا الموقف صار مغوارا قويا غاضبا، وتارة أخرى تجد أنه في الوقت اللي لازم أن يخرج هذه القوة تجد أنه يجبر ويجوز مكانه. مثل شنو؟ مثل هتك العرض مثلا. هتك العرض مثلا أن الإنسان عندما يهتك عرضه مثلا أو يهجم على أهله أو أي شيء من هذا الأمر عليه أن يظهر قوته في مقابل ماذا؟ أن يبعد الشرور عن أهله وعن نفسه، الدفاع عن النفس. قوة ثالثة قالوا هي قوة شهوية. كل إنسان لديه قوة شهوية يريد أن يأكل مثلا على ناحية البطن على ناحية الفرج. بعد قالوا أكو قوة تسمى قوة وهمية، وهذه القوة هي التي يلعب فيها أو يلعب عليها الشيطان في مقابل أن يأخذ هذا الإنسان إلى موقع الضلال، إلى موقع الضلال. يعني شنو؟ يعني يجي إلى وهم أن هذا الأمر أمر شنو؟ صحيح، هذا الفعل فعل صحيح، وبالتالي عندما يقع الفأس بالرأس يجد أن هذا الأمر شنو؟ أمر باطل. لكن أكو نقطة، يعني هل يجب على الإنسان أن يتوقف في كل هذه القوى في جانب معين أو لا يمثل جانب آخر؟ يعني بعبارة أخرى، هل له أن يمثل جانب الإفراط، أن يفرط في استخدام هذه القوى؟ مثل القوة الغضبية تراه مثلا لا يجد أحدا إلا ويستكلم عليه، متهور، زين، هذا شنو؟ إفراط. أو يجي من ناحية التفريط في المواضع التي يجب عليه أن يخرج قوته يتجد أنه يجبر. أهل البيت يقولون لا، كل هذه القوى لا بد أن يمثل فيها جانب الاعتدال. شنو جانب الاعتدال؟ قال الصادق لا إفراط ولا تفريط، ولكن أمر بين أمرين، أن يقف موقف الاعتدال في تفكيره، في قوته، في شهوته، في قواه النفسية، في القوة الوهمية يمثل جانب الاعتدال، لا يميل إلى جانب إفراط ولا يميل إلى جانب تفريط. أنا أضرب لك شاهد، كلنا نعرف ضربة علي سلام الله عليه في الخندق، علي الأولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. تقول الرواية عندما أتوا إلى واقعة الخندق، فكرة الخندق من الأفكار الوهمية التي توهم الأعداء في أن لا يهجموا على المسلمين، وكانت الفكرة من فكرة سلمان الفارسي. زين، عندما أتوا إلى الخندق وحفر الخندق إلى جانب تلك المنطقة وحفر الخندق، ما استطاع أحد أن يصل إلى المسلمين سوى ثلاثة أنفار، منهم عمرو بن عبد بن عامر. عندما وصلوا ودخلوا إلى جانب المسلمين، نادى عمرو بن عبد ود: يا محمد، أين رجالك؟ وأنت تقول على حفر الخندق وأضرمت فيه النار، هذا ما لدينا رجالك، وين رجالك؟ يقول: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجلوس، قال: من يبرز لهذا الرجل؟ بعض التواريخ يقول ما قال لهذا الرجل، قال: من يبرز لهذا الكلب؟ زين، يقول: لم يتحرك أحد. يعني لابد أن تخرج القوة الغضبية، تخرج في هذا الجانب عندما يكون الغضب لله سبحانه وتعالى. يقول: فلم يقم أحد سوى علي سلام الله. قال: أنا له يا رسول الله. قال لك: أنا أريد أن أخرج،
اجلس يا علي. قال ثانية: من يقوم لهذا الرجل؟ يقوم علي سلام الله عليه. أنا له يا رسول الله. قال اجلس يا علي. يقوم ويقول ثالثا: من يقوم يبرز لهذا الرجل؟ ما يقوم أحد. يقوم علي سلام الله عليه يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أن يبرز لذلك الرجل. الوقف مو هنا والشاهد مو هنا. الشاهد وين؟ الشاهد تقول الأخبار أن عليا سلام الله عليه ذهب لقتال عمرو بن عدي وجاء. يلا أنا ما أريد أقاتلك على عمرو بن عدي. قال أنا أستحي أن أقاتلك، أنت واحد صغير عمره 20 سنة. لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ولد قبل 23 سنة من الهجرة، وواقعة الخندق وقعت في السنة 5 بعد الهجرة، وأنت يجمع 28 سنة عمر أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له أنا ما أريد أن أقاتلك لأن أنت صغير وأنا شيخ كبير وعد بألفارس. هذا أمر أول. الأمر الآخر أن بيني وبين أبيك صحبة، وأنا تمنعني صحبتي مع أبوك هذا اللي كنت أنا معه صاحبا في مكة. قال إن كنت تكره قتالي فأنا أحب قتالك، وإلا أن تنزل على دين محمد صلى الله عليه وآله. يقول فلم يعتبر بكلام علي سلام الله عليه، وصارت من معركة، صار القتال. عندما جدله علي سلام الله عليه على الأرض، يقول نزل ليحتز رأسه. هنيئة كان أمير المؤمنين من عنده أحام حول الجسد 3 مرات. 3 مرات نزل احتز رأسه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى إلى رسول الله قال له يا علي. قبل ما يصير الحديث يقول مشى أمير المؤمنين إلى رسول الله، التفتوا هذول. قال انظروا إلى علي إنه يمشي مشية الخيلاء، يعني صار مغرور. أنت شو مسوي؟ أنت قاتل أشجع شجاع العرب، ما يحتاج تمشي بعد قوم. انظروا إلى علي إنه يمشي مشية الخيلاء. يقول التفت إلى رسول الله قال له صح. صح شنو؟ صح يعني الله. إنها مشية يحبها الله ورسوله. يقول أتى أمير المؤمنين قال له يا علي ما لي أراك حمت حول جسدك. هني موضع الشاهد. يقول اعلم يا رسول الله اني عندما هممت في ان اخلصه مما هو فيه بصق في وجهي. بصق. قال وانا قمت من عنده حتى لا احتز راسه غرما لنفسي. انا مو لاجل انه بصق في وجهي واخذ غضبي من عنده. اليوم تعال احنا شوف اذا واحد اخطا في حق احد حتى لو كان هذا الطرف يمثل مو الجانب الحق ومو الجانب الذي مع الله سبحانه وتعالى، شو يسوي؟ يقوم الدنيا ويقعد هذا. لما يشوف الواحد معيار الحق ويرى الله سبحانه وتعالى في كل موقف وما يمثل جانب الحق، يقول انا ما اهتززت راسه غضبا لنفسي وإنما غضبا لله سبحانه وتعالى. لذلك شنو رسول الله يقول إن ضربة علي في الخندق تساوي عبادة الثقلين. تساوي عبادة الثقلين لأن موقفه وليته لله سبحانه وتعالى. وهذا اللي تريد تمثل الآية. يقول هذه النفس اللي الإنسان لابد أن يخلي معيار التقوى ومعيار الحق دائما نصب عينيه، هنا ان تاتي وتزكي نفسك ان يجدك الله حيث امرك وان لا يجدك حيث نهاك. هذا موقف الحق وهذا موقف اللي الانسان لابد يخلي نفسه عليه. لذلك انت شوف التسلسل الايات شو تقول؟ اولا يقسم الله سبحانه وتعالى والشمس
وبحارة والقمر وشوف انت كل هذه يقول تاني ونفس وما سوى اخوك ايش سوى في النفس؟ قال الله في النفس ألهمها شيئين، ألهمها الفجور وألهمها شنو؟ التقوى. شنو ألهمها الفجور؟ يعني أعطاها فجورا؟ يقولون لا، يعني ألهمها معرفة الفجور، تشوف هذا الأمر مو صحيح وتشوف أمر التقوى أمر صحيح، فهنا تسلك الأمر الصحيح وتشوف الأمر الباطل. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. هذا الجانب، تعال أنت شوف أبناء رسول الله وذرية رسول الله، شوف هذا الرجل الذي دفن بالريب، هذا اللي المجلس عقد لأجل الشيخ عبد العزيز، هذا الإمام الحسن السجدة الخامس، هذا الرجل أحد رواة الحديث الذي يجعل التقوى نصب عينيه في كل موقف. أشد الأمور، وش اللي خلاه يطلع من المدينة ويطلع من موطن رسول الله وموطنه يروح وين؟ خراسان، يروح الري، الري وين؟ الري الآن طهران، كانت جنوب طهران، توسعت طهران، توسعت إلى أن دخلت الري في طهران. زين، يقول كان أشد الأيام ظلماً على أهل البيت سلام الله عليهم تلك الفترة، لأن الشيخ عبد العظيم عاصر أربعة من الأئمة، عاصر الكاظم والرضا والجواد والهادي. زين، تلك الفترات كانت أشد الفترات على أهل البيت وذرية أهل البيت سلام الله عليهم، تتبعوهم تحت كل حجر ومدى. يقول وكان تاريخها، يقول وكان أشد ظلماً على أهل البيت سلام الله عليهم زمن المتوكل، أشد أنواع الظلم، حتى منع الزيارة على الحسين سلام الله عليه، وسوى قبر الحسين سلام الله عليه بالتراب حتى لا يعرف قبره. أزيد من هذا؟ خذ أزيد من هذا. يقول ما يعني ما افتكر فقط وجعل هذا القبر مهدوم وما اكتفى بذلك، بل جعل الماء على قبر الحسين يجري حتى يخفى ويختفي قبر الحسين تحته. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لشخص البقاء ما حد يقدر يمنع وما حد يقدر يقف في أن ترفع شخصية هذا الرجل. العزة لله ولرسوله. يقول فحار الماء على قبر الحسين، لذلك يسمونه الحائر، ما يسمونه الحائر لأن الماء حار على قبر الحسين. بعد أكثر من هذا قال إيه، بعد أكثر من هذا فرض الضريبة العشرية، هذا كل المصائب على الحسين وأولاد الحسين وعلى أهل البيت سلام الله عليهم وذرية أهل البيت الواحد تلو الآخر أسبوع. يقول أي واحد 10 يروحون يزورون الحسين ضريبة واحد يقتل، وبعد الناس ما تروح زيارة الحسين. لذلك هذا التشريع اللي صار على أهل البيت سلام الله عليهم، اللي يروح بغداد واللي يروح سامرة واللي يروح خراسان واللي يروح الريهان، أهل البيت وذرية أهل البيت سلام الله عليهم كلهم بسبب هذه الظلامات. تلاحظ معي أكو واقعة من الوقائع، هذه ما يذكرون الخطباء عادة أو يذكرون بشكل قليل أو بشكل خفيف. واقعة الحسين ابن علي ابن الحسن المثنى، أو ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، هذه اللي وقعت في منطقة بين المدينة أو قريبة إلى مكة. تعرف انت ايش صار بهذه الواقعة؟ هذه الواقعة جرى فيها كما جرى على الحسين في كربلاء، فخ قائدها الحسين بن علي. يقول ويخرج ذلك الجيش إلى قتالهم، منطقة تبعد عن المدينة تقريبا عن مكة مسافة، ها؟ يقول ويقع القتال بينهم ويقتلون جميع الرجال ويسبون النساء
والرؤوس معهم ويدخلون إلى مكة. شوف شلون الظلم على أهل البيت سلام الله عليهم إلى أين؟ شو هذا؟ شنو الزمن؟ زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه؟ شقد المسافة الزمنية بين الحسين وبين الإمام الكاظم؟ لذلك هذا الظلم اللي يخليهم يجعلهم يتهجرون ويروحون من مكان إلى مكان لأنهم وجدوا ظلما يدفعون ذلك الظلم بالتهرب والهروب عن الظلم. هذا يروح الري ويتخفى في الري خوفا. يقول يوصل إلى الري ويدخل في بيت أحد المؤمنين لا يعرف عنه أحد شيئا. يجلس حتى شاع خبره. وهذا شنو هذا الرجل؟ رجل عظيم راوي محدث. حتى يقول في رواية أهل البيت سلام الله عليهم عن أحدهم يقول أتى رجل إلي لعله الإمام الصادق قال أنا منعني هذا الموسم زيارة الحسين وما قدرت أروح إلى زيارة الحسين. قال أنت دونك عبد العظيم أنت شو تروح إلى عبد العظيم؟ روح إلى عبد العظيم هذا زيارة عبد العظيم ثوابها كزيارة الحسين سلام الله عليه. لذلك هذه الروايات تبين مقام هذا الرجل راوي ثقة محدث. أنت روح أقرأ وشوف شنو هذا تاريخ هذا الرجل حتى تقصده الناس ينهلون من علمه وهو في أرض الغرب وأرض النجار. لكن هذا الرجل عندما مات شيع غسل كفين انتقارن وقارن غربة الحسين قارن وقارن هجرة الحسين قارن وقارن مصيبة الحسين سلام الله عليه. ما غسلوه ولا دفنوه في كفنه يوم الطفول. لذلك الرواية تقول يأتي يوم المحشر يجي رسول الله ينادي ماذا كيف خلفتموني في كتاب ربي وأهلي وعترتي. شي يجي الجواب يقول أما الكتاب فضيعناه وأما العترة فأبينا إلا أن نبيدهم عن جديد الأرض وأبادوهم عن جديد الأرض. قاتل الله هؤلاء. لذلك انت شوف مع شلون غربة الحسين وشلون غربة شاه عبد العظيم وشلون الحسين غسل وشلون غسل ذلك العظيم. ولاحظ شلون غسل. تقول الرواية أتت زينب في ذلك اليوم. أي يوم؟ يوم العاشر. يقول أتت النساء هجم عليها ما حد بقى من الرجال كلهم على بوغاء كربلاء. يقول تخرج زينب وين تروح؟ تدور الحسين بأبي وأمي تبحث عن الحسين ما وجدت الحسين. يقول حتى شق القوم لها سماطين وين راحت؟ قال الحسين هنا. وجد زينب بأبي وأمي تتخذ هذا هو
اللهم إنا نسألك وندعوك ونحسن عليك باسمك الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. آمين رب العالمين. جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم أهليهم من يذود بهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبول يا الله. وإلى أرواح موتاكم وموتاكم وموتى الحاضرين والسامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
هذا المرشد هذا المرشد معلوم.